يا سلام، انا مبسوط قوي. عارفين ليه؟ عشان لما بلاقي ديزاينر مصريه وعامله حاجات كاجوال بقت قليل قوي، ما بقتش كتير يعني، كتير قوي يعملوا سواري وجرون سواري وحاجات بتاعت السهره، بس لما يعملوا كاجوال حلو وكاجوال شيك بقوا قليلين. معانا واحده منهم النهارده عامله زي ما انتم شايفين حاجات حلوه قوي والوان تجنن وقصات حلوه. وخليني مره تانية كده ارحب هبه حازم وصميت الاثير. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت قلبة شريف تميم وخالتك استاذه عبيده رمزي، دي من الفانز بتوعك. فانز، بيج فان. اه بحبها جدا وبعت لها الف سلام وتحيه. اخبارك ايه؟ تمام. بما ان اول مره التقي بيكي، دخلت ازاي في الكارير ده؟ دخلت في الكارير ده من 5 سنين تقريبا بالصدفه البحته جدا. انا اصلا كنت في يعني كارير ديفرنت، كنت بانكينج اصلا قبل ما ادرس فاشن، كنت بانكينج، بس طول عمري كنت بحب الحاجات اللي ليها علاقه بالارت يعني. فروحت وكنت بحب الفاشن برضه. فروحت ادرس عادي كهوايه يعني، كنت باخدها بعد الشغل كده سايد هوبي. وبعدين لقيت ان الموضوع ابتدى يعني يستهويني اكتر فاكتر. وابتدوا بقى المدربين بتوعي وكده ابتدوا ينصحوني ان انا لا انت ممكن على فكره. ده في فين المدربين دول؟ كنت في ايطاليان فاشن اكاديمي. بس عند ستيفانيا؟ عند ستيفانيا. يا ستيفانيا، اي لاف يو ستيفانيا. اوكي. بس فابتديت ان انا اخد الموضوع جد اكتر، ابتديت ان انا طب اجرب طب اعمل، لغايه لما بقى من 5 سنين بقى عملت بقى ابتديت اول كولكشن يعني. طيب انت بقى لي 5 سنين تعملي حاجات وما بتجيليش كده برضه؟ والله كنت عايزه اجي لك من زمان. اشتكيكي لخالتك. ما هي كانت عايزاني اجي. طب بصي بقى، دلوقتي احنا مفتقدين الحاجات اللي انت بتعمليها دي، مش في السوق كتير. فانت اخترتي الكاجوال. ومش عارف بالنسبه لك السواري، بتعملي سواري؟ بعمل سواري. مين اسهل؟ لا يعني ده اللي فيه، ده ليه ميزه وعيب وده ليه ميزه وعيب. بس انا بالنسبه لي انا بحب الكاجوال اكتر. بس لا، هو الاسهل السواري، هو الاسهل السواري. بتعملي فستان او اتنين؟ فستان بالظبط. كاجوال سيري مقاسات والوان وقصه. الهاسل بتاع الكاجوال اكتر. اكتر، انا عارف ده. عشان كده الناس بتستسهل تعمل سواري بالظبط في الحقيقه. والسواري بيكسب اكتر. بيكسب اكتر. حفظتكم خلاص. صح. طيب انت ايه الالوان عندك ايه السنه دي؟ السنه دي والله في الوان كتير قوي طالعه موضه السنه دي. أوكي. مفيش حد هيزعل يعني. يعني الوان البرايت كولرز طالعين، الاصفرات، الميتاليكس اصلا طالعين موضه. اوكي. الميتاليكس اللي هي ايه بقى؟ الالوان الميتاليكس الفضي والذهبي والشامبين واي حاجات ميتاليكس طالعين موضه. اوكي. بس انا دول دخلتهم في الكولكشن بتاعت السنه شويه، بس في الجلد يعني. أوكي. يعني دخلت حاجات جلد فيها كده. طيب احنا نشوف فاصل ونرجع نكمل ونشوف بقيه الكولكشن الفظيعه بتاعتك. فاصل ونرجع لكم، خليكم عندنا في 14 شارع الشريف لو سمحت. واو واو واو، يا سلام يا سلام يا سلام. مره ثانيه برحب بهبه حازم الفاشن ديزاينر، النهارده مشرفاني منوراني. عاجبني قوي الجاكيت اللي بتلبس مرتين دي. ما هو انا بقى بحاول اركز على اقتصاديه قوي. انا بحاول اركز ان الحاجات تبقى بتنفع تتلبس بكذا طريقه، علشان الناس عاده بتزهق، الستات كلها بتزهق. وانتوا بتزهقوا كده بسرعه؟ مش عارفه والله. مش عارفه. اوكي. وعلشان يعني انت بتجيب جاكيت وما بتبقاش يعني بتدفع فيها فلوس يعني، فبتبقى عايز تلبسها كذا مره وتحس كل مره وانت لابسها انها جديده يعني. اول اتنين جاكيت شفناهم منهم ايرا كانت لابساها ناحيه قطيفه. وناحيه ايه؟ وناحيه يعني قماشه إيه؟ صوف يعني، صوف. مدي على قطيفه بس مش قطيفه قوي يعني. أوكي. قطيفه معقوله. ودي تمشي ابريمي دي، انا شايفها تمشي ابريمي دي بتبقى حلوه قوي. انت كل الحاجات اللي عاملاها جاكيتات؟ مفيش بنطلون، مفيش بعمل، بس هو انا يعني مينلي. انت متخصصه في كده؟ جاكيت. انت الناس بتتواصل معاكي ازاي؟ اونلاين. وبنزل في كونسبت ستورز. طب قول لنا اونلاين ازاي؟ الاونلاين هبه حازم ديزاينز، انستجرام وفيسبوك. هبه حازم ديزاينز، انستغرام، فيسبوك هبه حازم ديزاين. على الانستغرام هتلاقوا هبه حازم ديزاينز مشبوكه في بعض. صح. مع الفيسبوك؟ لا مش مشبوكه. مش مشبوكه. هبه سبيس حازم سبيس ديزاين. طب ايه الستورز اللي انت بتقولي عليها دي؟ انا بنزل في فاشن افينيو. ده فين ده؟ اكسكلوسيف يعني. فليه برانشز في كل حته. ده اللي كله ديزاينرز جداد؟ طب قول لنا اكتر فرع يعني. قول لنا افرع. اكتر فرع انا بنزل في ماشي. بنزل في جاليريا 40 في الشيخ زايد، عشان انا ساكنه في الشيخ زايد. فبنزل في ده اكتر فرع بنزل فيه. وفي في داون تاون في قطاميه، وفي في مصر الجديده في نبيل وقاد.
اوكي طيب بما ان احنا الصناعه المصريه بتاعتنا عماله تتطور وانا النهارده اغلبيه لبسي لابسه مصري وانا مبسوط جدا. طيب نشوف الجمهور معانا. بتلبسوا مصري ولا مستورد يا معقدين انتوا؟ مصري طبعا. ايوه كده مصري صح كده. يعني انت لابسه ده مصري؟ اه. ما تخلينيش اقوم احولك دلوقتي. حاولوا دايما لما تشتروا حاجه تشتروا حاجه مصري. انا النهارده اهو بعد اذنك طبعا هعمل لكم فاشن شو. انا النهارده لبسي مصري. السويت شيرت اللي لابسها دي موجخ عامل الديزاين. الخامه بتاعتها مصري. الميلتون بتاعها مصري. الاستك ده بتسموه الكوت مصري. كلها مصري. كلها مصري في مصر. الجزمه اللي انا لابسها النهارده دي اللي شفناها في اول حلقه الاسكافي براند مصري. براند مصري هايله. الجلد طبيعي بالقماش معموله يدوي. النضاره اللي انا لابسها دي خشب مصري ماركه اسمها تريد برضو صناعه مصريه. اتمنى ان كل الساده الاعلاميين المذيعين يعني مش حاجه اسمها اعلاميين الساده المذيعين اللي في مصر والساده المطربين والساده الفنانين والساده لعيب الكوره والناس يعني اللي هم ليهم تاثير شويه البسوا مصري وشجعوا ديزاينرز وما تلبسوا من ديزاينرز. خشوا على الانستجرام خشوا على الفيسبوك اطلعوا في البرامج قولوا احنا لابسين من الديزاينر فلان الفلاني المصري اللي بيعمل حاجات مصري عشان ننهض بالصناعه المصريه. وما تقولوش للناس البسوا مصري ووفروا وشجعوا المنتج المصري وانتوا قاعدين لابسين حاجات سينيهات وبتجيبوها من بره بالشيء الفلاني عشان ده ما يصحش. صح صح ولا لا؟ ايوه كده اهو ماشي. طب احنا انتوا جاهزين؟ يلا نشوف الجزء الثالث. نشوف الجزء الثالث من الفاشن شو. مزيكا. واو واو واو. هبه حازم انت شرفتيني نورتيني وحاجتك حلوه زياده عن اللزوم وكل الكولكشن انت طيبه. هنشوفك على الصيفي. اه طب اول ما الحاجه تكون جاهزه تكلميني يلا تجينا على طول. خلاص ان شاء الله. ميرسي. مره ثانيه فيسبوك وانستجرام هبه حازم ديزاينز والستورز اللي بتعرضي فيها فاشن افنيو. اهلا بيكي. شرفتيني نورتيني. ميرسي. وفرصه سعيده جدا واشوفك دايما وبشكر الجمهور اللي معانا النهارده. ميرسي. شرفتوني نورتوني. ميرسي ان انتوا جيتوا. بشكر اميره وجلاديس. ثانك يو. ميرسي. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا في 24 شريف. خلونا دلوقتي نختم باغنيه لطيفه جدا مزيكا.